زاوية سيدات الأعمال المميزين داخل دولة الإمارات، دعونا نرحب بالسيدة مريم البلوشي. في البداية أسعد الله أوقاتك. أهلين فيك. في البداية خلينا نعرف بحضرتك السيدة مريم البلوشي بعيدا عن الألقاب، مين بتكون؟ تفضلي. مريم محمد من مدينة خورفكان، طالبة في جامعة الشارجة. جميل. خلصت دراستك ولا بعدك عم تدرسي؟ ادرس. جميل، شو عم تدرسي؟ ادرس علم اجتماع. حلو، بس يختلف كليا عن البزنس يعني فاتحيته. ايه. طبعا السيدة مريم البلوشي هي صاحبة صالون او السنتر انسي. خلينا نحكي اكثر عن حضرتك وكيف كانت بدايتك وشو يلي خلاكي تفتحي هذا البزنس. تفضلي. البداية هاي كانت هواية عندي من سنين، فيعني كل ما أسير أي مكان أجمع الأدوات اللي تخص الأظافر، يعني شغف وهالتجميع الأدوات والألوان. لما بديت إن أفتح مشروع صغير في البيت. حلو. وأسوي للناس، فيعني العدد بدأ يزيد عندي، فالوضع شوي ما يسمح لي إني أنا أتم في البيت وأسوي المشروع في البيت أكمل. فحسيت إن يعني عندي إقبال كبير، فبديت أنا بالمشروع إني أفتح صالون. حلو. فتحت الصالون بأي سنة؟ 2019، آخر 2019. ست مريم، خلينا نحكي أيضاً أكثر عن كيف الديتيلز الصالون اللي بتقدميهم الخدمات. تفضلي. الخدمات اللي اقدمها البادي كير، مانيكير السبيشال، بادي كير مانيكير العادي، وعندنا الكريستال والتركيب الاظافر والاكريليك البولي جل. حلو. والتنظيف. حلو. والكولر العادي، مثلا انه شخص بده يغير مثلا كل يومين ثلاثه بس اللون عادي، عندنا شو اسمه الريموف عندنا. حلو. طباعه صوره مثلا على الاظافر والماكينه الروسيه للتنظيف والكادر، يعني والكادر اللي يشتغل عندي في الصالون كلهم من الجنسيه الفلبينيه. جميل جدا. ايضا خلينا نحكي عن الاكريليك، كونك خبيره بهذا الشيء. مثلا في كثير سيدات مثلا مثلي بيخافوا من الاكريليك، شو بتنصحيهم مثلا في الصالون عند حضرتك؟ هل ممكن انه يجي يستشيروك مثلا انا اظافري صار كيف بقدر اعتني فيهم؟ هل ممكن انها تداوم الشخص؟ أي. خلينا نحكي عن مثلا العنايه بالاظافر. العناية بالأظافر عندي أسوي أنا بروحي خلطات طبيعية من الزيوت حق تقوية الأظافر. حلو. وعندي منتجات بعد للبيع أحطيها لخص الأظافر. جميل. هي طبيعية. أي طبيعية. حلو كثير. وأما الأكريليك مثلا يعني يتم مدة شهر لشهرين، والديزاين واللون ما يخترب، يعني الجل اللي يحطونه على الأظافر اللون ما يكون يعني ما يخترب، والديزاينات الأكريليك تكون حلوة. جميل. وهل موجود متوفر جميع الديزاينات؟ يعني مثلا الأذواق انه بتختلف من سيدة لسيدة، فهل انه عندك في صالون انسي متوفر جميع؟ لو بدها انه واحدة مثلا عندها صورة معينة بدها يعني اي صورة تجيبها لي من الانستغرام نسويها. جميل جدا. ايضا سيدة مريم بدنا نحكي عن الالوان، متوفر جميع الالوان، جميع في ايضا الاظافر يعني التركيب اللي هي بتيجي، خلينا نشرح اكثر عنها. الاظافر التركيب عندي، الاظافر التركيب لجميع الاشكال، الدائري مثلا ولا الالموند، هاي الاشياء كلها موجود يعني. حلو. حلو. من وين انه بتجيب البرودكت الخاص فيك؟ كلها من برا.
مريم ايضا خلينا نحكي عن الشيء اللي بيميز الصالون، عن الاوفرات اللي بتقدميها. تفضل. الاشياء اللي اقدمها يعني بين فتره وفتره لمده 3 ايام اسوي مثلا اوفر 20% 30%، واحيانا مثلا الزبونه اللي اتي دوم عندي اسوي لها مره باكج خاص او مره فري اسويها. حلو يعني. وبعد بالمناسبات بالاعياد. اي بالمناسبات والاعياد هي يعني الحمد لله بالمناسبات العدد يكون وايد كبير وضغط علينا لين الساعه 5 6 الفجر نحن قاعدين. والمناسبات احيانا نصير للعرايس مثلا في البيوت او في الخدمه اللي هي البيتيه ايضا فقط للعرايس. للعرايس إيه. للعروس. حلو كثير. جميل جدا. ايضا خلينا نحكي عن اوقات الدوام الصالون. اوقات الدوام من الساعه 10 الصبح لين 9:30 في الليل. كل يوم. كل يوم. جميل جدا. وايضا بدنا نحكي عن الصالون، شو اللي بميز صالون انسي عن باقي الصالونات الثانيه؟ تفضل. اللي يميز فيه مسويه بعد انا كوبونات اهداء حق البنات، يعني مثلا وحده بتهدي لصديقتها عندنا كوبون وعليه كلام وشي والخدمه اللي هي بتسويها وتعطي الكوبون حق صديقتها وتهني ونسوي لها. جميل جدا. يعني هاي الشغلات من الشغلات اللي بتميز الصالون. هاي اللي تميز. وعندنا الماكينه اللي ترسم على الايد، هاي اللي تميز. وعندنا يعني كل شيء اللي هي اللي بترسم على الاظفر. صوره عندك اي صوره بالتلفون تبين تحطينها على الظفر عادي نطبع. اي حلو. في كمان ديزاينات الستراوس، خلينا نحكي ديزاينات البوش كمان هذا موجود عندك بالصالون. المغناطيس. عندي ديزاينات المغناطيس. كل شيء جديد بتحصلينه موجود. حلو كثير. يعني نيو اي. اوكي حلو كثير. وايضا خلينا سيده مريم نحكي عنك، كونك لسه عم تدرسي على مقاعد الدراسه وكمان ما شاء الله فاتحه بزنس خاص فيك اللي هو الصالون، كيف قادره تنظمي وقتك بين الدراسه وبين البزنس؟ خلينا يعني ما شاء الله عليكي والعمل طبعا، فخلينا نحكي اكثر عن هذا الشيء وكيف بتشجعي اي سيده مثلك واي انه بنت لسه يعني اي شخص عنده هدف لازم يطمح ويتعب في الهدف اللي هو يبي يوصل فيه. صحيح. يعني مثلا اخلص من الدوام ارد ادرس، من اخلص من الدراسه اي للصالون. خلينا نحكي سيدة مريم عن نظرتك المستقبلية لإليك وللبزنس الخاص فيك أكثر. تفضلي. النظرة المستقبلية أني حابة أني أتوسع وأطور الصالون أكثر وأني أفتح أفرع في الإمارة. حلو كتير. وأيضا خلينا نحكي عن دولة الإمارات، عن الأمن والأمان كونك بنت هذا البلد، وخلينا نحكي عن الاستثمار بدولة الإمارات وكيف بتشجعي أي سيدة مثلك أنها تفتح وتتشجع تفتح البزنس الخاص فيها. تفضلي. أشجع كل شخص حاب يفتح له مشروع يعني ما يتردد، لأن الدولة هي تساعده في كل شيء. صح. عندنا صندوق خليفة وعندنا رواد. أنا فتحت المشروع وأنا مع رواد صندوق خليفة، وايد إعفاءات عطوني، وايد أشياء ودعم. جميل. ودورات حق كيفية تنظيم العمل والخطط الاستراتيجية للمشروع. وأكيد لهذا السبب بدنا نتشكر جميع شيوخ وحكام دولة الإمارات. تفضلي. أول شيء أشكر الشيخ خليفة بن زايد، وأشكر الشيخ محمد بن راشد، وأشكر الشيخ محمد بن زايد وأبونا سلطان. يعني ما قصروا ويشجعون فئة الشباب على أن يفتحون مشاريع. صحيح. ويستثمرون. صحيح. سيدي مريم ايضا في بطاقة شكر خاصة لأي شخص كان داعم لإلك بمسيرتك المهنية. تفضلي. اول شيء اشكر زوجي واشكر امي واهلي، كلهم دعموني بالمشروع هذا وساعدوني، لان يعني انا اوقف بروحي ككوني طالبة وكوني بنت اني انا افتح مشروع. صحيح. فيعني الشيء هذا شوية صعب. اي مش سهل لانه وايد تعب، فالحمد لله يعني بدك تشجيع مستمر. اي تشجيع. الحمد لله يشجعوني في كل شيء. الحمد يعني لله.
الله يخليهم أكيد من قناة نسمة الخليج بنوجه لهم رسالة شكر خاصة من السيدة مريم البلوشي، وأكيد سيدة مريم أيضا بنوجه لك رسالة شكر على الاستضافة الجميلة، ونتمنى لك جزيل التقدم والنجاح، وإن شاء الله بنشوف صالون أنسي في كافة دولة الإمارات والأول في دولة الإمارات. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.